هل البريكس هيضيف، انا باخد يعني اللي انتم بتقولوه في الاقتصاد اللي هو سيتراس باريباس مع بقاء الاشياء الاخرى على حالها، صحيح باللاتيني، صحيح. يا ترى لو فضلنا على حالنا ده بما فيه العوائق، بما فيه عشان نبقى صرحاء، بما فيه مشاكل الاستثمار المحلي والاجنبي، بما فيه تعدد جهات ملكيه الاراضي، بما فيه ما في، يا ترى البريكس، انا بفترض ده عشان ما بقاش بحلم حلمين طبعا في نفس الوقت، انا عايز احلم حلم واحد، ايوه، ان ما تفضل حالتي دي زي ما هي وبنصلحها قدر ما نستطيع، صحيح. لكن هل البريكس في الاستثمار المباشر هيمثل اضافه ما لمصر ولا لا؟ متوقع ان هو يزود حصه هذه الدول، لان هيبقى ليها معامله تفضيليه داخل مصر. المفروض بقى كل دول بقى تحسن، معامله تفضيليه يبقى ليهم معادله تفضيليه على الاقل في الـ في مستوى الضرايب على مستوى مثلا، او على الاقل في يعني في الادوات اللي انا اقدر اتحكم فيها بسهوله، مش لازم الامتياز ضريبي، لكن اقدر انا اسهل الاغراءات زي الرخصه الذهبيه كده، اسهلها لاعضاء بريكس، اقدر اعطي امتياز بهذا الشكل، اقدر اقفل منطقه مثلا استثماريه معينه على هذه الدول، وليكن مثلا قناه السويس، اقول مش هيدخل فيها غير اعضاء بريكس، هيبقى ليهم المدن الخاصه بتاعتهم، اي دوله اخرى ممكن تدخل لكن ما يبقاش ليها المدينه الخاصه او الزون الخاص بتاعها، المنطقه الخاصه بتاعها مثلا. يعني استطيع ان انا عشان كده كل دوله لازم تعمل الهوم ورك بتاعها بقى، تعمل الواجب بتاعها، تقفل على نفسها وتفكر ازاي تعمل امتيازات جاذبه لهذه الدول. وبعدين هيبقى في سهوله طبعا، لو هذه الدول اعتمدت التعامل بالعملات الوطنيه، هيبقى عندي برضو مخرج من قصه ازمه الدولار الحاليه. صحيح. مثلا عندي انا عندي سعر الصرف، ان انا المستثمر مش هيجي يقول لي انت مسعر الدولار بكام مثلا، لو انا طلبت منه ان هو لو انا اديت له فرصه انه يستثمر بعملته مباشره في انشاء صرح صناعي مثلا، فهحل الازمه دي على الاقل بشكل مؤقت في مرحله وجود السعرين اللي اتمنى انها تنتهي سريعا، يعني وجود سعرين للدولار. هيبقى في وهعمل ايه بالروبل اللي داخل لي ده؟ هستورد بيه قمح. يعني جالي مستثمر روسي عمل محطه، عمل مصنع حديد، وبعدين دفع بالروبل، خدت انا الروبل جبت بيه، هو خد جنيه مصري جه صرفه السياح السائحين في مصر. بس لازم اخد في بالي ان ما هو ده برضه بيأثر على حصيله الدولاريه في الاخر. ما هو انا بدل ما كنت باخد دولار هاخد روبل، وهاخد فهيخلي فيه قدر من الليميتيشنز، لازم ابقى كريسك مانجر بقى يعني مدير مخاطر. صحيح. بص على الجوانب كلها. هيقلل من قدرتي على ان انا ابقى مستريحا في انفاق الاموال اللي عندي، يعني هيبقى عندي حصيله. تخيل حضرتك بقى عندك حصاله فيها روبل وفيها يوان وفيها بتاع، تعرف تشتري من حته من مصادر معينه. مش كل المصادر، الدولار بيشتري من كل حته. فلو اضطريت ان انا اخد الفلوس دي اشتري بيها دولار تاني، ما بقاش حليت المشكله قوي، ولو صحيح. انها برضو احسن من ان اشتري بالجنيه، خاصه وان الجنيه الان ملوش سعر واحد امام الدولار. طيب برضو حضرتك في هرجع بقى للحلمين، حلمت حلم واحد الاول ان احنا على حالنا ده والاستثمار قلت لي هيزيد. افترض ان احنا قدرنا بالفعل نحل العوائق اللي هي الحقيقه ما اتحلتش كلها، عشان نبقى صرحاء يعني، وانتوا الاقتصاديين وبعض يعني المتدخلين متطفلين من السياسيين والاعلاميين قالوا ده كتير جدا. لو افترضنا انه الحال اتصلح فيما يتعلق باستقبال المستثمر وتسهيل و و و الى اخره مع وجود البريكس، الوضع ممكن يبقى شكله ازاي على صعيد الاستثمار المباشر؟ لا، ممكن يحقق طفره كبيره، لان كل هذه الدول يجمعها حلم النمو، وهي دول لديها فرص للنمو اكتر كتير من دول الغرب بطبيعه يعني تكوينها وهيكلتها، فهي دول ناميه وبالتالي عندها فرص وطموح للتوسع وللنمو، فهي تنمو بدل ما بتنمو داخل ارضها وداخل حدودها، بتنمو في حدود اوسع، حدود بتصل الى زي ما قلنا من شويه يعني حاجه و 30% من مساحه الارض، بعد الخمس دول هتبقى اكتر بكتير من كده، حوالي 40% من مساحه الارض الكره الارضيه. هذا الحلم هيبقى كلما استطاع التجمع ان يوفر نوع من انواع الحوافز الجاذبه داخل اطار الرقعه اللي بنتكلم عنها دي بامكاناتها بسوقها الكبير الواعد، سكايز يور ليميتس زي ما بيقولوا، يعني السماء هي سقفك. فاذا لا، نستطيع ان احنا بس لازم ننتهز هذه الفرصه، هذه فرصه متاحه لكنها لن تسقط يعني امامنا من السماء، هي لازم انت مد يعني هزي اليك بجذع النخله. صحيح. مش هتنزل الرطب لوحدها يعني. صحيح. لازم هنهز. صحيح. عشان تهزها دي محتاج تشوف قصه الطاقة،
تحلها بشكل اساسي بالنسبه للمستثمر. قصه سعر الصرف طبعا تحله بشكل اساسي، اهم من اي عوائق اخرى. الحاجات الثانيه كلها ممكن تتحل، لكن دول اهم مشكلتين دلوقتي مع التضخم. لو حليت الثلاث مشكلات دول بسرعه هتبقى وجهه جاذبه من الاستثمار من خارج كمان بريكس. خلي بال حضرتك ان انا شايف الوفورات اكبر بره تجمع بريكس كمان، لان هذه يعني هذه الدول هتعطيك شهاده ضمان وامان وتفتح شهيه المستثمر من خارج نطاق هذه الدول الى ان يدخل ويستثمر. المستثمر لما يشوف مستثمر محلي شغال بيخش يشتغل معاه، فلو شاف مستثمر اجنبي شغال حتى لو جاي من اي دوله من بنجلاديش هيخش يشتغل معاه، مع كل تقديرنا يعني بنجلاديش اكيد يعني. طب المستثمر المحلي، وده كنت سالته بشكل اخر من شويه، وده احنا معتمدين عليه في تنميه حصته من الناتج المحلي. الحكومه بتتكلم على 65%، احنا لسه بعيد عنهم قوي، لكن هو هيستفيد ايه من البريكس؟ المستثمر المحلي، المستثمر المحلي عايز اسواق، عايز يبقى عنده سهوله في حركه التجاره سواء استيرادا او تصديرا. لو استطاع هذا التجمع من خلال اليات كثيره والمنصات اللي هتبقى مفتوحه قدامه انها تسهل له عمليات التجاره وحركه التجاره، فريت اقل او يعني يدفع مصاريف نقل وتكاليف شحن اقل، التامين شركات تامين خاصه بهذا التجمع تاخد منه فلوس اقل، مساله تغيير العمله يبقى بشكل ميسر من خلال منصه سهله، كل الامور دي، المنصات الكتيره المتاحه دي اللي ممكن نستخدمها في عمليات الكاباسيتي بيلدينج او في زياده رفع كفاءه مهارات العاملين لديه وتهيئه العاملين، كل الحاجات دي يمكن ان توفرها. لان مش كل الامتيازات اللي هتجي لك هتيجي في شكل فلوس، في امتيازات بتيجي ان كايند، وفي امتيازات بتيجي عينيه، وفي امتيازات بتيجي في شكل مساعدات فنيه، وفي امتيازات في شكل كنا بنتكلم عنها حتى قبل الهوا في شكل رسائل ايجابيه. الرسائل الايجابيه دي احنا لازم نستثمرها عشان نقلل شويه من دفق الاثار السلبيه اللي بتيجي في شكل تصنيف ائتماني قليل ومش عارف الحاجات دي كلها، وديون مش عارف عليك التزامات كام، الحاجات دي كلها بتقلل وبتخفف من وطئه الاخبار السلبيه اللي كل الهدف منها الحقيقه انها تنزل ضد عليك، مش انها تضعفك. هو الهدف منها انها تخليك تستلف بسعر اعلى. باختصار كده انت راجل زبون وبتستلف كتير، فاحنا هنخليك تدفع اكتر عشان تستلف باختصار يعني. سؤال مزدوج وهو الاخير دلوقتي. حضرتك ذكرت انه عشان نستفيد اكتر من التجمع ده من العشر دول اللي زملائنا فيه، ان احنا ممكن نديهم ميزات يعني للاستثمار. هل ده بموجب قوانين التجاره الدوليه امر مسموح ولا غير مسموح به؟ دي نقطه، سؤال كويس جدا وجوهري، لكن انا من حقي ان انا في ظل اتفاقات اقليميه زي مثلا الاتفاقات الخاصه مع دول شرق افريقيا وخلافه كوميسا، من حقي ان انا في اطار يعني الاقليميه الجديده بقى، في الحاله دي انها مش اقليميه تقليديه، في اطار الاقليميه الجديده ان انشئ نوع من انواع الامتيازات الخاصه لاعضاء تحالف اقليمي غير محظوره دوليا. لا طبعا، لان انا مش دولة. لا ما هو انا في الاخر يعني اعضاء يعني طبعا خبراء التجاره الدوليه هم اكثر درايه ومعنيين بمساله مسائل قانونيه ممكن نقولها مخارج. لكن احنا مش بنخترع حاجه من العدم، احنا هم التحالف معمول ليه؟ ما هو لازم هيوفر شيء من انواع الامتيازات. طالما ان هذه الامتيازات هناك رغبه سياسيه في منحها بشكل متبادل، فالمعامله بالمثل. يعني اذا رغبت دوله من خارج بريكس ان تستفيد من هذا الامتياز، عليها ان توفره لي بالمقابل. طيب بالمقابل. سؤال اخير، وده سؤال ما اعرفش ما عنديش اجابه عنه، يا ترى عندك اي علم بانه هناك شيء ما من الجهات الرسميه في مصر بيتعمل عشان تعريف رجال الاعمال والمستثمرين المصريين بميزات هذا التجمع، وكيف يمكن لهم عمليا ان ينخرطوا فيه؟ ولو ما كانش، هل ممكن اقترح ده ولا نعمل ايه؟ انا اقترح مع حضرتك ده، واعتقد ان في شكل من اشكال الـ الكيان المؤسسي في مجلس الوزراء مظبوط موجود عشان يتابع مساله. في لجنه تقريبا، في لجنه موجوده مزبوط. واعتقد ان وانا بثق جدا في شغل الجماعه بتوع مركز معلومات مجلس الوزراء، محترفين وكويسين جدا، والحقيقه مديرهم شاطر. صحيح، الدكتور اسامه راجل محترم جدا. صحيح. فيعني هذه المجموعه لو استطاعت انها تستعين قدر المستطاع بالخبراء اللي ممكن يفيدوها بشكل كبير، وتبتدي تتكلم كعهدنا بها انها بتتكلم بشكل تتواصل بشكل جيد مع القطاع اوسع من رجال الاعمال ومن الجمعيات والمؤسسات المختلفه، اعتقد انها ممكن تعمل عمليه الاويرنس او عمليه التوعيه بشكل افضل. وانا رايي ده يا مع حضرتك تماما، لانه في النهايه البريكس او الاتحاد الاوروبي او اي حاجه في الدنيا في النهايه هتنتهي الى اشخاص طبعا طبيعيين هياخدوا قرارات.
صحيح بين انهم يشاركوا او ما يشاركوش. وانا اراهن ايضا على هيئه الاستعلامات يعني بقياده حضرتك، انا اراهن كمان دورها هيبقى كبير جدا. ده كلام مهم. وبالتالي احنا بندعو دلوقتي يعني نوع من انواع الحمله السريعه. صحيح. المنظمه العلميه المسؤوله اللي بيقوم بيها المسؤولين عن القطاع الاقتصادي في مصر. صحيح. للتعريف بحاجه مصر دخلتها خلاص بدات طبعا ويتشاف، وكل واحد في قطاعه اللي بيشتغل فيه في يعني مجاله الاستثماري، سواء بيستثمر في مصر او حتى عايز يستثمر في الهند. يعني أكيد. انا مش بنتكلم في حاجه محدده بعينها يعني. صحيح. بس على الاقل زي ما قلت هو التعريف بده، وان يبقى مهم عاجله تاخد لها شهرين او ثلاثه عشان الناس تاخد قراراتها. اتمنى ان مصر كمان تقترح انشاء البورصه السلعيه لتجمع البريكس، ويبقى ده مشروع قائد ليها من المشروعات. صحيح. ودي فكره هايله، ونستطيع ان احنا نبلور بيه وزن نسبي كبير لينا جوه هذا التجمع. انا الحقيقه كالعاده يعني بستفيد جدا وبفهم حاجات اكتر من اللي كنت بدات بيه الحلقه، وكذلك اظن الساده المشاهدين. بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك استاذ الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، فهمنا شويه ايه اللي هيحصل وايه اللي بيحصل في البريكس. نخرج نرجع تاني على فقرتنا الاخيره مع استاذنا الكبير دكتور علي الدين هلال المفكر السياسي واستاذ العلوم السياسيه، نفهم بقى الاسئله اللي سالناها من شويه عن ما يحدث في غزه وفي منطقتنا. فاصل ونعود.